هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله كنت جاهله بجده أنبياء الله قد قتلوا. فالشاهد أن العاطفة الدينية نحو آل البيت وما أرساه آل البيت من قيم ومبادئ وأخلاق وحب لله ولرسوله وللدين نفسه يستحق أن نمكن لمساجدهم وأضرحتهم ومراقدهم. فضيلتك، قبل ما نختم، والنهاردة كان في واقعة مؤسفة في أحد محافظات الوجه البحري، في بنت حد تقريبا ركب سور معينة بطريقة معينة، سور مفبركة، فطبعا وقعد يوزع السور دي في القرية بتاعتها. البنت طبعا دخلت في مشكلة كبيرة وفي الآخر قررت الانتحار. بتشوف هذا الأمر اللي هو بيفبرك سور ويتهم ناس بالباطل، بنشوفه إزاي كعلماء؟ هذا أولا افتراء وبهتان، والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لما قيل له: أرأيت لو كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، ارتكبت بهتانا عظيما. فهذا الذي جعل هذه الفتاة التي تذكرها سيادتك تقدم على هذا، لما افتعل بهتانا رماها به، وهذا يبوء باسم كبير، ولا يصح أن يكون في المجتمع أمثال هؤلاء الذين يحاولون ضرب الأخلاق والقيم والمبادئ وسمعة الناس بهذا السؤال. اللي كان مطلوب من أسرة الفتاة يعني قبل الانتحار وسابت جواب ليهم، وتقريبا الأهالي ما كانوش مصدقين، اللي كان مطلوب عشان يمنعوا أولا ثقة في بنتهم مفترض، والأمر الآخر أنهم لا يصدقوا هذا البهتان اللي احنا بنتكلم عليه، الأمر دفع البنت أنها تموت تنتحر. أولا يتحققوا إذا كان هذا الأمر ادعاء وبهتانا، فالأمر يقضي بأن يؤاخذ هذا الذي أشاع هذه الشائعات. نعم. وعليهم أيضا ألا يتعجلوا الأمور، وأن يكون موقف هذا الإنسان أمام القضاء ليقول فيه رأيه وليحكم عليه بأنه ظالم وآثم، ولا يصح لأحد أن يرمي أحد ببهتان أو بفسق أو فجور أو نحو ذلك.